نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. عندي زوز أسئلة مكررة، سمحني مكتع برشا معناتها مش لازم جاوب عليهم وحدك. فزت يا اخي لا تغششت على شيرين وقعدت تستنى وكذا. لا لا بالعكس انا كملت الفقره نتاعي. لا كملت الفقره نتاعي انا جاتوندي برك بالعكس انا استنيت نحب نسلم عليهم بالعكس انا ما عنديش نحبهم برشا معناتها سورتو شيرين واصاله. دونك اصاله شفتها قالوا لي راي شيرين جايه وتحب تشوفك، قلت بها اوكي ما تمشيش معناها ما نمشيوش توا خليها حتى تجي. جات دونك تحسبني لداخل، هي دخلت وبعد قالوا لي راهو في الكهرباء يستنى فيك. رجعت وكي حكيت انا وياها على اساس انه قالت لي راني قلت للهيئه نتاع التنظيم نتاع الحفله انا نحب نطلع قبلك خاطر ما نجيش نطلع بعدك. معنا معنا اعطتك قدر جبيا انا ابريسيي. قلت لها لا اللي هي نجمه كبيره معناتها بيان سور. قلت لها لا، قالت لي انا ما ينفعش اطلع بعدك يعني قبلك يعني بعدك بلوتو لازم نطلع قبلك انت معنا انت. قلت لها لا ما عنديش حتى، احنا جينا في نفس الحفله كلنا في نفس الواحد وانا اخترت انه نطلع الاولاني باسكو تكنيكما في فرقتي تكنيكما يلزمني نطلع في الاول باش نسلم المسرح للفرقه اخرى. كنت تخلويد نتاع فرقه تطلع فرقه تهبط خاطر هي نفس الفرقه براتيكما 90% هما نفسهم يغنيوا مع اصاله مع شيرين معنا اصاله شيرين. دونك تطلع مثلا شيرين يهبطوا الفرقه بعد نطلع الارماتور نتاعي. دونك مش احنا عندنا لايف. دونك انا تفهمت الموضوع قلت له انا بالنسبه لينا تكنيك مون لي انا وليكم انتم انا نطلع الاولانيه با سوسي. وبعدك وقعدت كملت السهريه حتى مع اصاله ومشيت استنيت شويه شيرين ما لا يا بيبا وعلاقتك مع شيرين يظل لي باهيه برشا معناتها تنصحها ساعات شيرين تقول لها نقص من الهبلات شيرين. شوف شيرين دريد معناتها نعرفوا اللي هي سبونتاني على الاخر. قلت لها رزن قلت ليه ارزن معناتها راهو الجمهور ما يتقبلش ما هي فما هي اللي كومسا معناها ما تيك ات اور ليف ات يعني ما تجيبش تقول لها سي فري نقول لها يا بنت شد لسانك شويه وتسمعني وتحترم برشا شد لسانك معناها عارف كيف. قالت لي انا مش عارفه تطلع معايا كده. قلت لها يعني فما ناس تفهم وفما ناس ما تفهمش معناها كلمتها مره معناها من فوا مي سورتو وقت حبت تعتزل ودا شنو وقالت لي معناها لافي ان كو تيت نتاع تيزيت في جوستمون. وصاروا لها تو في مصر مع الميديا يتبعوها برشا صاروا لها